طيب اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، تعالوا كده نستعرض نشوف خريطه الاهلي الفتره اللي جايه، اجنده الاهلي الفتره اللي جايه. اجنده مزدحمه، وانا خايف وانا بتكلم وبستعرض ترتيب المباريات الواحد يتعرض لاي شد عضلي، لان بصراحه المشهد مشهد يخض. بصوا يا جماعه، النهارده 2/7 الساعه 8:30 ماتش فيوتشر والاهلي، دي في الجوله 24 مباراه مؤجله. يوم 5/7 الاهلي هيلاعب الاسماعيلي في برج العرب، دي مباراه مؤجله من الجوله 18 الساعه 8:30. يوم 8/7 الاتحاد هيلاعب الاهلي في برج العرب ايضا، مباراه مؤجله من الجوله 21 الساعه 7. يوم 13/7 الاهلي والزمالك، دي مباراه مؤجله من الجوله 31 الساعه 8:30. يوم 16/7 الجوله 34، ودي بقى المباراه اللي هتتلعب في نفس التوقيت الساعه 7 يوم 16/7 باذن الله، دي الجوله 34. نرجع بقى ل 19/7 دي الجوله 33، مباراه مؤجله من الاهلي وحرس الحدود، واتحطت في التوقيت ده لان الحرس كده كده خلاص هبط للدرجه الثانيه، فبالتالي مش مشكله لو اجلت هذه المباراه من الجوله 33 ولعبتها بعد الجوله 34. ثم اخر مباراتين في الدوري، الاهلي هيلاعب بيراميدز في استاد الدفاع الجوي يوم 23/7 الساعه 7، ودي مباراه مؤجله من الجوله 28. واخر مباراه في الدوري مباراه مؤجله من الجوله 30 المصري والاهلي يوم 26/7. مباراه في كاس مصر يوم 30/7 مباراه مؤجله في دور ال 16 ما بين الاهلي والداخليه، وكلنا عارفين ان بكره وبعده في مباريات هتتلعب في دور الثمانيه، البنك الاهلي وبيراميدز بكره، يوم الثلاث انبي هيلاعب النجوم، والزمالك هيلاعب المقاولين. لكن الفائز من الاهلي والداخليه مع الفائز من المصر وحرس الحدود في دور الثمانيه لسه ما تحددش ميعادها. هل دور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل يتلعبوا في اول اسبوع في 8؟ كلام مش نهائي، لان اتحاد الكوره مستني يشوف موقف الزمالك في البطوله العربيه. لو خرج من الدور الاول بعد اقامه اول 3 لقاءات يرجع، واذا كمل في الكاس يلعب مباراه السيمي فاينل، واذا كسب يلعب الفاينل. اذا الزمالك خرج كاس مصر هيستكمل اثناء اقامه البطوله العربيه عشان الدوري كله يختتم مع الكاس في الاسبوع الاول من شهر اغسطس المقبل. طب الاهلي بعد ما يخلص التسع مباريات دول خلال شهر 7، 9 مباريات في 30 يوم، يعني بنتكلم معدل 3 ايام او 4 ايام اللي حاجات بسيطه، يعني في يعني كل 72 ساعه مباراه، ايه اللي هيحصل في شهر 8؟ لو الاهلي كمل في الكاس هيلعب المباريات المتبقيه زي ما قلت موعدها كده في الاسبوع الاول من شهر 8، وبعدها هل ممكن يكون في مباريات رسميه؟ بنسبه كبيره جدا مش هتكون في اي مباريات رسميه الا على انطلاق الدوري في اواخر 9 او مع مشاركه الاهلي في دور السوبر الافريقي في شهر 10، فهتبقى في فرصه طيبه جدا للاهلي ياخد راحه في الجزء الاخير من 7 مع 8 مع اول 9. الناس بتقولي طب مباراه السوبر الافريقي الاهلي واتحاد العاصمه حتى الان مفيش تاكيد لاقامه موعدها طبقا للاجنده يوم 13/8، ممكن تترحل في فبراير 2024 عقب كاس الامم الافريقيه. لسه الكلام النهائي محدش عايز ياكده، لكن مفيش تاكيدات ان اجنده 13/8 سوبر افريقي الاهلي اتحاد العاصمه، الكلام ده لسه مش نهائي، وفي يعني في اتجاه للتاجيل لفبراير 2024 عقب كاس الامم الافريقيه، لان في اتجاه ايضا ان المباراه تتلعب خارج القاره الافريقيه.